بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، معلقكم الرياضي يحييكم ويلتقي معكم ولقاء جدا بين مالك يا نورة؟ هو أنت بقيتي مجنون كورة يا أبو كورة؟ المنتخب بيلعب في المرجان على أرضه؟ النجم الكبير جدا باسم أبو السعد ملقب بالزيبق. طبعا عارفين إن اسمه الزيبق، الجمهور أطلق عليه هذا اللقب لأن الكورة في رجله. ما أقولكش بقى، ما أقولكش، كورة مع الزيبق. الله أكبر، ربنا يحفظه. هوبا عدى واحد وعدى من الثاني برابع ولد. هوبا هوبا، حلوة حلوة زيبق، يا سلام عليك برافو يا ولد، حلو حلو. هوبا فاول يا جماعه، فاول فاول، ده خطا كبير جدا على الزيبق في الكوره اللي فاتت. ربنا يحفظك يا زيبق. هو في ايه يا بنتي بتعملي كده ليه؟ هو كان قريبك؟ شايف رجله بتنزل، ربنا يستر ويقوم ويكمل اللقاء لانه لعيب مهم جدا جدا في منتخب الماتش ده كان من 4 سنين. انت كنت مركزه معايا من ساعتها؟ انا مركزه معاك من اول ماتش لعبته في حياتك، وكنت متوقعه لك النجاح ده كله. لسه لما هتشوف يا زيبا. زيبا ايه بقى؟ ده انت اللي طلعتي زيبا. انا مش عارف انت ازاي مخلياني عايزه اتجوزك بالشكل ده. انت فاكر يوم ماتش الكاميرون لما وقعت وتعورت؟ انا هتعيط. تعورت؟ دي كانت عمليه كبيره قوي.
لدرجة إني كنت فاكر إني مش هقدر ألعب كرة تاني، بس الحمد لله الحمد لله ربنا سترها وعملت العملية وبقيت أحسن من الأول وخفيت وبقيت كويس. كابتن زيبا ازيك؟ نور الدنيا كلها يا كابتن. ربنا يخليك. مولعها يا كابتن، مولعها بجد. الماتش عجبكم؟ عجبنا جدا يا كابتن. ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله ما تقلقش. ما قلتليش بتحبي الكوره عشاني ولا بتحبي الكوره عشان الكوره؟ لا الموضوع ده يفرق معايا قوي. اتاخرتي كده ليه يا شهد؟ كل ده عند الكوافير؟ لا 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 ما تقلقيش، مش هنتغدى غير لما تيجي. اقول لها نطلب الغدا على ما تيجي؟ اطلب لك ايه يا بيبي؟ طب انا اسف اسف. خلاص هطلب لك حاجه على مزاجي. اوكي ما تتاخريش. باي. تبصي لي كده ليه؟ والله انا مبسوط جدا، خصوصا بعد المجهود اللي هي بذلته في مقابله فريده. فجاه كده كانها اتبدلت بقت واحده تانية، بقت تفتح مواضيع ولها رأي واختيارات. حسيت ان كل المجهود اللي بتعمله ده هي قد ايه بتحبني، انها بتعامل دي ده كويس كده عشان خاطري انا بس. انا سعيد اني بسمع منك الكلام ده مصطفى. انت اصلك مش بسيط يا مصطفى. انت فاكر من كام شهر لما جيت تقول لي انك حبيتها عشان معتمد عليك في كل حاجه؟ دلوقتي انت جاي تقول لي انك مخنوق منها عشان معتمد عليك في كل حاجه، ازاي؟ الموضوع له علاقة بالذكاء الزوجي. نعم؟ الزواج ده مؤسسة، المؤسسة دي معرضة للنجاح والفشل، وأهم شركة في المؤسسة دي أم الزوج والزوجة، ولازم الاتنين يفضلوا مفتحين كده ويستعملوا ذكائهم عشان يخلوا المؤسسة دي دايما ناجحة وكمان قوية في مواجهة أي ضربات خارجية. ده ايه الحكمة دي كلها؟ والضربات الخارجية دي هتيجي منين بقى؟ الملل، الروتين، انك تحس انك ممكن تستغنى عن الآخر، أو انك ممكن تدير المؤسسة دي من غير ما تحتاج شريكك. كل دي ضربات خارجية بتوجه المؤسسة. عشان كده اللي عملته شهد مع ديدا على أسهمها خالص في المؤسسة دي. وعشان كده كمان لازم انت تحافظ على الطفل اللي انت مش عاوزه، عشان ده هيبقى اكبر دعامه المؤسسه بتاعتك. طب ما هي فريده كانت مدعمه المؤسسه بتاعتكم انت وشريفه، وشريفه كانت زوجه في منتهى الذكاء، وبالرغم من كده انهارت المؤسسه بتاعتكم. انت عارف المؤسسه دي انهارت ليه؟ ليه؟ عشان كل واحد فينا كان شايف مصلحتها في حته تانيه غير التاني. يعني ايه يا ادهم تروح تطلب ايدي من ابويا؟ يعني بثبت لك اني جد في اني عايز اتجوزك فريدة. تثبت لي دي لو انا كنت شاكه، بس انا مش شاكه انك عايز تتجوزني. يعني انت بقى متضايقه عشان انا عملت الاصول؟ يا ادهم قرار الجواز ده قرار بياخدوه اتنين عارفين عن بعض كل حاجه ومتفقين على كل حاجه. احنا عارفين عن بعض كل حاجه فريدة. والله؟ طب انا مخططه لحياتي ازاي بقى؟ عادي يعني اكيد خلاص خلصت امتحانات ومستنيه النتيجه بس. والعدل والعريس وغطي شعري بطرحة وخلف لي عيلين ثلاثة مش كده؟ واستنى بقى جوزي يخش عليا بالبطيخة وكيلو برقوق صح؟ لا مش صح. وبعدين يا فريدة انت ايه حكاية ان انت كل ما تشوفيني لازم تستفزيني؟ ليه؟ انا راجل، ولو استحملت استفزازك ده مرة ولا اتنين عشان بحبك ده مش معناه اني هقدر استحمله على طول، ومش موافق عليه مش قابله. عندك حق، انا دايما طريقتي مستفزه معاك، بس انت مش شايف ان كونك تروح تتقدم لابويا من ورايا دي حاجه تستفزني؟ وانت كنت تديني فرصه عشان اقولك انا مش هبطل سباحه حتى لما اوصل لسن الاعتزال. هدرب سباحه وهعمل دراسات عليا وهقدم في الخارجيه. انا شخصيه عندها طموحات ومش ناويه اضحي بيها، ده يناسبك؟ انا مش فاهم يعني انت منين هتتدربي سباحه ومنين هتشتغلي في الخارجيه؟ قصدي يعني انه في الحالتين السباحه والسفير ما بيتحجبوش، وحتى لو بيتحجبوا انا ما عنديش استعداد اتحجب دلوقتي. مش سبب كل الدوشه دي عشان اشرب؟ الموضوع مش موضوع اشرب، الموضوع اسلوب حياه. نتكلم ونتناقش بالعقل والشرع، نحاول نوصل لحل يرضينا احنا الاثنين يا فريده. ده لو كنت انت اصلا عايزاني
زي ما انا عايزك فريق. والله يا ادهم انا مش عارفه، بس العقل اللي انت بتقول عليه ده انت رافض تستخدمه. مين قال كده؟ طب رد عليا، احنا لو اتجوزنا حياتنا هيبقى شكلها عامل ازاي؟ زي اي اتنين حبوا بعض وبقوا مع بعض فريده. بس احنا مش اي اتنين يا ادهم، احنا الاتنين، انا وانت، فريده زيدان وادهم الشيخ. ندي نفسنا فرصه ونشوف هيحصل ايه. شكرا يا كابتن. عفوا. شكرا باي. ايه مالك؟ في ايه؟ انت كويس؟ مش عارف، حاسس اني دوخت شويه. لا انت لازم تروح للدكتور، كذا مره تشتكي لي من موضوع الدوخه ده، ممكن يكون عندك انيميا ولا حاجه. انيميا ايه بس؟ ما تقليش نفسك، ده تلاقيه برد مكتوم ولا حاجه. برد ايه ومكتوم ايه؟ انت لازم تروح للدكتور. حاضر، هبقى اروح. لا مش حاضر تبقى تروح، اوعدني. حاضر اوعدك. مش يلا بقى نروح السينما؟ ربنا بينزل عليا شويه كلام سخيف بقوله له. يا بنتي احنا مش قلنا هناخد وندي بالراحه في الكلام؟ والله ببقى ناويه يا مامي، بس اكني فجاه بتحول اول ما بشوفه. تحبيه يا ديدا؟ هو لما سالني النهارده انا ما عرفتش اقول له ايه، بس اكيد معجبه بيه والا مش هتديله الفرصه دي كلها يعني، مش كده؟ لا انا هقفل الموضوع ده خالص بقى. صح، وانا مش هديكي رايي ولا بقى ولا بلا. انسي، ده انت ام مسخره. انا واحده غير كانت مسكت البت دي كلتها قلمين، قلت لها تلمي يا بنت بلاش مرقعه، تاخدها من ايديها كده وتلبسها الحجاب وتوديها لعريسها، ابن ناس ومقتدر وشاري. صح، وتلعني بقى بقيت عمرها لو ما كانتش سعيده، مش كده يا حبيبتي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. يا قطع الشوق وسنين، والراجل الكبار جايب نفسه لغايه البوتيك الحقيقي. هيا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا اصل حبيبه كانت عايزه تجيب لبس جديد، قلنا نيجي هنا بقى، اصلها بتشكر في المحل وذوق مدام ماجده. مدام بابا اصل طنط ماجده عندها حساسيه من كلمه مدام دي. وطنط كمان يا حبيبتي، مدام وطنط والفراوله والبيض. نورت. اتفضل يا هاب، تعالى اقعد بتاع. قهوه حضرتك ايه يا فندم؟ من غير سكر خالص. سلوى، واحد قهوه ساده من فضلك. حاضر. على فكره انا عمري ما جبت سيره محل طنط ماجده ده قدام ابويا، لا بخير ولا بشر. الراجل كان بيتلكك عشان يوصلني، والاول مره هو اللي يعرض عليا انه يجيب لي لبس جديد. استنتجي من كده ايه؟ تتجوزيني يا شريفه كده من غير مقدمات؟ يا سلام، عايزه تقنعيني انك مش حاسه بالمقدمات اللي انا عمال اعملها؟ ده انا عمال اتصل بيكي بسبب ومن غير سبب، عمال اخلق اي حجه او صدفه عشان اقابلك. هي مش كل دي مقدمات؟ يعني انت شايف ان جو العياده ملائم نتكلم في الموضوع ده؟ والله عرضت عليكي 100 مره نتقابل في اي مكان تاني كنت بتهربي. وانت خضتني يا ايهاب فجاه كده، وبعدين بصراحه انا مش غبيه، وكان باين قوي عليك ان قصدك تقولي ان انا مفتوح، مش كده؟ ما انت معذور، تلاقيك نسيت. عندك حق، انا فعلا نسيت. وانت ايه اللي فكرك؟ انت طبعا عارفاني من زمان كصديقه، وعارفاني كويس كدكتوره، والحقيقه انا مش هتكسف ان انا اعترف لك ان اللي عملته مراتي معايا زمان عقدني، خلاني ما عنديش استعداد ان يبقى في واحده ست تاني في حياتي، وادوق الجرح اللي انا دوقته قبل كده. لكن واضح بقى ان الزمان بينسي وبيعالج. بعدين اهتمامك بحبيبه ورعايتك ليها، مش حبيبه بس، بكل ولادي، الحقيقه ده شيء عظيم. صدقيني انا مش هبالغ لو قلت لك ان لولاكي كان زمان ولادي مرضى نفسيين. دي حاجات قديمه يا ايهاب. انا بس عايزه اعرف ايه اللي خلاك تفتحني في الجواز دلوقتي؟ وليه انا بالذات؟ لانك عالجتيني. قلت
فكرتيني اني احب نفسي، فكرتيني ان انا لسه عايش، مش مفروض اعيش لولادي بس، لا اعيش حياتي. لما حسيت ان انا عايش ومن حقي احب، اكتشفت ان لازم الاقي حد يحبني واحبه. وبعدين كان لازم افتكر حاجات فعلا نسيتها زي ما انت قلتي لي. وبعدين الفتره اللي قربت فيها منك في الازمه بتاعت حبيبه خلتني احس ان انت انسان عندك عطاء وطيبه وحنينه. شريفه، انت لما بتيجي سيرتك او اي كلام عنك انا بفرح زي الاطفال، ببقى مش عايز جلساتنا تنتهي، ولما بتيجي الفرصه ونتقابل ببقى مش عايز الوقت يعدي. وانا بشكرك قوي على الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده. انا مش بقولك كده عشان تقولي لي بشكرك. يا سيدي انا اللي عايزه اشكرك، انا حره. وبعدين انت لسه قايلها انت فكرت في حب جديد علشان قدرت تنسى الالم القديم. ايوه بس انا سالتك قبل كده كنت نسيتي والد فريده ولا لا، وقلتي لي اه. واضح ان انا كنت بضحك على نفسي. انا فعلا بنسى وقطعت شوط كبير في الموضوع ده، لكن محدش بيحب النهارده وبيكره بكره، او بيكره النهارده وبيحب بكره. لا انا مش جاهزه لاي علاقه، ومش عايزه اخش في علاقه واندم عليها. افهم من كده انك بترفضي عرضي؟ برفض اي عرض علشان مش جاهزه له. انا لما بسمع سيره مصطفى بتنفض حتى من جوايا. مش هقدر اقبل اي عرض الا لو حسيت ان مصطفى بالنسبه لي زيه زي اي حد، لا بحبه ولا بكرهه. طب انت مش محتاجه وقت تفكري؟ انت اللي محتاج لوقت تفكر. انت ما لقيتش حد غيري قدامك، انت عندك فراغ عاطفي بقالك كتير جدا ما كانش في حد في حياتك. دور حواليك يمكن تلاقي حد احسن مني. ما ترميش الكوره في ملعبي. انا لما اخترتك لاني قاصد دوت، مش عشان اسد بيكي عجز عاطفي عندي، لا اخترتك لاني مش هلاقي حد زيك. عموما انا مش هعتبر الكلام اللي قلناه النهارده ده نهايه الموضوع. انا هستنى لغايه ما الجرح بتاعك يطيب وتخلص فتره نقاهتك وتفكري تاني، ساعتها انا هجدد العرض. وصدقيني انا هفرح جدا لو انت وافقتي. يا حمدي انت كنت بتحلم بايه؟ لما قالوا لي انك جيتي ما صدقتش. وحشتني. لا واضح عشان بكلمك ما بترديش عليا، ولما بتردي عليا بتأثري وتقولي انك مشغوله وتديني مواعيد ما تجيش فيها. ما تفهميني يا انجي، انت زعلانه مني من حاجه؟ انا مش زعلانه مني، بس انا كنت فعلا مشغوله اليومين اللي فاتوا. لعلمك بقى انا جيت الجيم النهارده مخصوص علشان. ما كلمتنيش ليه عشان تقولي لي انك جايه؟ اولا قلت فجأة، ثانيا بقى قلت العب لعبه كده مع نفسي اشوف القدر هيجمعنا ولا لا. طب وبالنسبه لاني حاسس انك اتغيرتي؟ ما انا متغيره حتى على نفسي. عمري ما خلطت بين مشاعري وشغلي يا حسين، عمري ما عملتها. بس لما فكرت في شريك في الجيم الجديد اللي هفتحه ما بقتش عايزه حد غيره، بالرغم من ان جالي 3 عروض من شركاء اساميهم محدش يقدر يرفضها وبشريكي. انا كده كده عايزه شريك يعني علشان السيوله، وعشان مش عايزه اخد قروض من بنوك. لكن مش عايزه شريك غيرك يا حسين. احاول اتصرف بسرعه يا نجاه. بقول لك ايه، معكيش حاجه؟ انت محسسني انك بتحب الكوكايين اكتر مني.
اوفر قوي يا نوجة. انت بتحبني يا حسين؟ كنت هتجنن الكام يوم اللي فاتت ولا لما اختفيتي عشان الكوك بس. انت بتقول فيها وارد جدا. بلاش سخافه بقى معاكي ولا ها؟ جيب السبع ما يخلاش، بس قوم نفطر الاول. غلبتني، قعدت ساعة على ما فطرتها. وحدوه. لا إله إلا الله. وصلي على النبي. مولي يا خالتي، إيه يا عم حلمي بالذمة ده؟ نهار إيه ده اللي انتوا الاتنين مش بتناقروا بعض فيه ده؟ هتيجي منين النفس يا أميرة؟ في شرع مين بس يا ربي تنكد عليها على الصبح عشان غلط وقال في الحلم بصوت عالي ان نفسه في حته عيل؟ نقرها على قلبه زي العسل يا خالتي، وزمانهم اصطلحوا دلوقتي ومحدش شايل الهم غيرك. تاني مره تروح تشتكي لاخوها ويخبوا عليها الاتنين ان النجس رجع يلعب قمار تاني في ان ابوهم مات. الشر عليك يا عم حلمي، هما بس مش عايزين يشيلوك الهم، يعني خايفين عليك من الزعل على حال عبير. والقادرة عايزة تفهمه ان العيب مين وهي اللي ارض ابوه. واحنا مش قلنا حرام بقى الكلام ده يا خالتي؟ بس هم عندهم حق، هو فتح لي الباب وهو ضارب علقة، وانا وقفت متسمر في مكاني زي الصنم. كان المفروض اجري وراه وابره من قفاه في الشارع واخليه فركة للي رايح واللي جاي عشان يحرم يمد ايده على بنتي. هو مين ده اللي تجره من قفاه وتخليه فرجه للي رايح واللي جاي؟ فاكر نفسك كرشي اباظه؟ ده لو كان نفخ فيك كنت فيصت فيها. العظيم صعبان عليا قوي عليك. يا جماعه انتوا بتجوزوا ولادكم عشان يخفوا عنكم حملهم مش عشان تشيلوا الهم. الدكتوره صحيت. خليك انت يا خالتي حضري الفطار على ما اطلع لها. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. طمنيني ايه الاخبار؟ للاسف لتاني مره ونفس النتيجه. مرتين ونفس النتيجه، ومرتين في معمل تاني وبرضه نفس النتيجه، الاربع مرات بوزيتيف. هو اسم صاحب التحاليل دي مش اسمه يا دكتور؟ ايوه هو. بس ده معروف عنه انه شاب محترم ومتدين، هو اخلاقه كويسه في منتهى الادب والاخلاق. دكتورة حنان مفيش دعوة أوصيكي بسرية الموضوع. ما تكملش يا دكتور، دي أسرار مرضى وأنا حالفة قسم. علش كده حضرتك بتيجي تسأل عن نتيجة التحليل بنفسك؟ دي ما تعرفيش أنا بحب الولد ده قد إيه. ومصر كلها بتحبه. يعني إيه ممنوع؟ بقول لك أنا ابني ولسه داخل. يا فندم الدكاترة بيزعقوا لنا وحضرتك ما رضاش إنك تجيب لنا الكلام. إزيك يا وليد؟ الحمد لله يا دكتورة. طمنينا دكتورة. الحمد لله اتلحقت. هي ايدي اللي اتلحقت؟ يعني كانت جات له جلطه بسيطه ولحقناها. كانت جلطه فين يا دكتور؟ كانت جلطه يا وليد. فين؟ في المخ. طب ناوي يا دكتوره خلينا نشوفه بس. حبيبتي هو مش محتاج غير الراحه دلوقتي. طب ندخل نطلع عليه من بعيد؟ كنت سالته عليه هو بصحته بدل ما هو مرمي في بيته بالايام ولا حد فيكم بيسال عليه ولا حتى بالتليفون. ده مش وقت الكلام ده خالص. ما هو ده اللي غلطه، الجلطه دي يا استشريف. ده قدر ربنا. خير يا شيرة يا عم حلمي؟ ماله؟ لحقناه الحمد لله. انت عرفت منين؟ ماجدة كلمتني وقالت لي. كويس انك انت جيت، انا نزلت على ملا وشي انا ودادة في عربية الاسعاف. انا اوصل حضرتك؟ لا، انت تاخد عبير ودادة عليا وتروحوا بيت عم حلمي. عندك مفتاح؟ انا عندي. تجيبي له غيار وبيجامة وتيجوا هنا الساعة 8 في ميعاد الزيارة، وممكن لسه الزيارة تكون ممنوعة. بجد مش عارف اقول لحضرتك ايه يا دكتورة. بين الاهل مفيش شكر. بس كنت هموت من القلق على عم حلمي، بس هو سبب في العزومه دي. وحشتني يا ودني. وانت اكتر يا شادي.
يا ريت هبه كانت جت معانا النهارده. هي ما تصحاش دلوقتي. يعني لو كنت قلت لها انزلي ولو كانت لسه نايمه من خمس دقايق كانت هتصحى وتنسي. هي بتشتكي لك مني؟ لا والله، بس الرب احسن من اللي اشترى. ولا ايه رايك انت بقى في الموضوع ده؟ اه صح. عايز ايه بقى؟ عايز ايه يعني ايه؟ العزومه دي مش بلوش. ضروري وراها طلب يعني. عايز منك مليون جنيه. ايه روح امك في ايه؟ سلف يا شاري سلف ويرجعوا لك. دقيقة واحدة اشوفهم لك في الشنطة. يا ترى عندك فكة 5 مليون علشان ما عنديش فيها. سنة يا شاري وفلوسك هترجع لك، مستعد امضي لك على وصل امان. انت عارف انا ضيعت فلوس قد ايه في البورصة، وعارف ان شغل الاستيراد واقف خالص، يعني ما عنديش فلوس. جات لي فرصة ان اشارك في مشروع مكسبه مضمون، وهجيب لك كمان دراسة الجدوى بتاعته. بس انت عارف انك انت ضيعت كل ميراثك في المشاريع الوهميه الفضائيه بتاعتك دي. الشركه دي مع ناس تقال في السوق. والتقال بقى هيشاركوا خفاف ليه؟ مش عايزين يشاركوني، انا اللي عايز اشاركهم، هما مش هيغلبوا يلاقوا اي شريك. ومين بقى الناس التقال دول؟ هاني صاحبي. هاني ده سنكوح اكتر منك. انت عبيط؟ هاني تقل عشان هيشارك انجي علام. اقول لي بقى انجي علام. يا شاري انت عارفه ان انجي علام بزنس وومن تقيله. طبعا، وحلوه ومزه وعينها منك من يوم الاوبننج. يا شاري انا بقول ايه وانت بتقولي ايه؟ يا ابني وانا مراتك هتضحك عليها بكلمتين؟ انا اختك. هجيب لك دراسه الجدوى واعرضيها على اي حد، ومستعد اخدك المحامي تشوفي ورق الشركه كمان. يا شاري بقول لك غيلان عايزين يشاركوها وهي مش راضيه. وهي عايزه تشاركك انت ليه يا غلبان؟ هاني وسيط بينا في الموضوع. هاني مين يا ابو هاني؟ هتضحك عليا، دي تودينا كلنا البحر وترجعنا عطشانين. يا ستي انت ليكي الضمانات الورقيه والمستنديه، دي فرصه عمري يا شاري. وفرصه عمرك عايز تاخدها بفلوسي؟ يا شاري انا عمري طلبت منك فلوس. بكتير قوي يا حبيبي. لا يعني قصدي مبلغ كبير قوي. اديك اعترفت ان المبلغ كبير. عايزه تفهميني ان المبلغ ده مش معاكي؟ يا سيدي معايا ولا مش معايا، دول مليون جنيه مش مستغنيه عنهم. انا شريفه فارس مش فارس هيلتون. يعني بتعيبي عليا وتقولي ضيعت ميراثك وشركات وهميه ورجل اعمال فاشل، وانت فلوسك راحت فين؟ ميراثك راح فين؟ والشحطاطه اللي ما بين هنا ودبي فلوسها راحت فين؟ اديك قلتها ان انا اتشحططت عشان اعمل فلوس، مش عشان اديها لك بقى تعملي بيها مشاريع عصافير الجنه بتاعتك دي. يا شيري انت من 10 سنين سلفت مصطفى زيدان مليون جنيه، من 10 سنين يعني بقى 10 مليون، مش قادره اسلفي اخوكي مليون. شيري ورحمه بابا ما تضيعيش من الفرصة دي. صدق ان انا كنت ناسية خالص ان انا كنت مسلفة الفلوس دي، ومصطفى زيدان ما رجعهم ليش لحد دلوقتي. كان لازم يموت عشان تحسوا بغلاوته عندكم؟ كان فين الحب ده كله لما كان بيشحتكوا شحاتة؟ ولا هي حنية بلا زفت؟ بس هو ارجع بيته بالسلامة، وانا والله ما هقوم من تحت رجلي يا خالتي. ده اقل واجب. ابوكوا ما رقدوش غير الهم، وحلمي ما عندوش هم غيركوا. انا ياما اتحيلت عليه عشان يجي يعيش معانا. مروه بتحبه اكتر من ابوها، والعيال كمان روحهم فيه. لما انت يا عيل يا ابن امبارح مش قادر تسيب شقتك، ليه مستهون ان حلمي يسيب فرشته اللي ما سابهاش بقاله 30 سنه؟ لا وايه مستعر منه انه بيشتغل؟ بالك لو كان سمع كلامك وقعد من غير شغل كان جراله ايه؟ انا عايز اريحها يا ست علي. اسمها يا خالتي، بالك لو هو عارف انك عاوز تريحه كان بقى على قلبه زي العسل. انما هو فهمك كويس، ده ابوك اللي جابك في الدنيا، اللي قبل ما ترمش عارف انت بتفكر فيه، وهو عارف انك بتستعر منه، وده اللي واجعه للنهار. وانت ما بتتوصاش، بتفكروا بالموضوع ده على طول. انا يا ابني زي امك يا وليد. طبعا طبعا يا خالتي. ما تنساش ان قفطان السفرجي هو اللي لبسك بدلة الضابط. ما تنساش. الو؟ ايوه يا هاشم باشا، انا اسف سعادتك، انا مشيت. الله يسلم سعادتك. الحمد لله. في العنايه المركزه مستشفى الشرطه. الف الف شكر يا باشا، مرضلك في الافراح. تعيش واكتر والله يا باشا، في حفظ الله يا باشا، مع السلامه. سلام. في سرير في العنايه المركزه في المستشفى بتاعتنا، زمايلي جهزولي عشان نقل بيه بابا في اي وقت. كتر خيرهم،
بس شريفة قالت ما يتحركش والنوم أحسن له. لازم نتأكد إن نقله من مستشفى لمستشفى مش خطر عليه. ما احنا مش قد مصاريف المستشفى اللي هو فيها دي. ومين قالك إنك هتدفع حاجة؟ دي شريفة يا حبة عيني أول ما دخلت أبوك المستشفى جاري على الخزنة. ومين هيسيبها تدفع؟ لا يا خالتي أنا مش هقبل. أبوك وقع عندها في البيت، يعني إصابة شغل، يعني بتاعة العمل اللي بيقولوا عليها. وانت يا عبير مش خالية من اللوم برضك. أيوة خير يا عبير، مال أبوك؟ إيه وليد؟ صار يا النبي يا وليد؟ سيبي يا خالتي يا وليد. سيبه يا وليد هيموت فينك، ده كلب ولا اسد. ماشي أعلى مفخرك اركبها يا مونس. انت لسه شفت حاجه؟ ده انا انتقم منك شر انتقام. ماشي يا وليد ماشي. لا طلعها ربنا وعايزين نطلعها بالعافيه، ده شرعا ما ينفعش. لو ما طلقتهاش هسيبه يقتلك. ماشي طلقها. ماشي يا عبير انت طالع طالع يا عبير طالع. باسم انت سبق لك اتبرعت بدمك قبل كده او حد اتبرع لك بدمه؟ اه طبعا يا دكتور، حضرتك انا اتبرعت كتير، يعني في حملات التبرعات اللي كانت بتتعمل في الماتشات، بس ما حدش لسه اتبرع لي لغايه دلوقتي. طيب تفتكر اتبرعت كم مره؟ لحظه، انا نقلوا لي دم في الكاميرون، بس الكلام ده كان من 4 سنين. هو ايه الحكايه يا دكتور؟ هي انيميا بجد ولا ايه؟ ده ساعة إصابة ركبتك مش كده؟ حضرتك مذاكر كويس بسم الله ما شاء الله. أنا قلت لك إن أنا مش بفوت لك ماتش، أنت عارف. طيب هي إيه النتيجة بقى يا دكتور؟ حضرتك عملت لي أكتر من تحليل، ده أنتوا سحبتوا مني دم أكتر من اللي اتبرعت بيه طول حياتي. حضرتك عملت لي أكتر من تحليل مش كده؟ عملت لي أكتر من تحليل مختلف. حضرتك كنت بتعيد نفس التحليل صح؟ طب أنا عندي إيه؟ عندي سرطان؟ إحنا التحليل اللي عملناها عندنا في المستشفى واللي عملناها في معامل تانية بتدي نفس النتيجة. عندي سرطان؟ لا مش سرطان. أمال أنا عندي إيه؟ HIV بوزيتيف. يعني ايه؟ يعني كرات الدم الحمراء والبيضاء، قصدي يعني المناعة في ايدز. ايوه ايدز. انا عندي ايدز. انا حازم على فكرة انت ما كنتش مجبر تخرجني النهاردة. كويس انك عارفة انا مش مجبر. ندى انا خرجت معاك النهاردة لان نفسي اخرج معاك. رقصت عشان وحشني الرقص معاك. ما ليه حاسة ان كل حاجة بتعملها من غير نفس؟ هتفهمين؟ والله وحياة غلوتك عندي. بفهمك يا حازم من غير ما تتكلم. انا مخي كبير، انا مش عيله صغيره. انا خلاص كمان كام شهر هبقى ام. انا وجهه نظري غير وجهه نظرك. بحاول اقنع نفسي بوجهه نظرك، بس مساله محتاجه تدمير. يعني انت بتقنع نفسك بوجهه نظري بس عشان خاطري؟ علشان نفسي في اللي نفسك فيه، واللي نفسي فيه اكبر بكتير من اللي نفسك فيه. خايف. انت خايف تفرح يا حازم؟ بالظبط، خايف للفرحه تبقى كبيره. هذا ساعتين ان اشيل الخوف ده. انا بحبك يا
استغفر الله العظيم. عبير غصب عني يا خالتي. عارفه يا دنايا، بس لازم تساعدي نفسك يا حبيبتي. انت عارفه الزعل بيعمل ايه في الواحد. كان نفسي اشوف ابويا قوي النهارده. هي الدكتوره شريفه مش قالت لك انك هتخليكي تشوفيه بكره؟ بس هو يا بنتي تجيبي سيره الطلاق. اظن ان ابويا هو الاب الوحيد اللي في العالم عمره ما هيزعل لما بنته تتطلق. ولا الوحيد ولا حاجه، الدنيا مليانه هم. وبعدين اللي جرالك ده انت مش اول واحده يجرالها كده. انا مش زعلانه يا خالتي، وحياه ابويا انا حياتي مع مؤنس كانت خلصت خلاص. تصدقي ان انا محرمه نفسي عليه من ساعه ما عرفت انه بيلعب. كل يوم كان بيعدي عليا بكرهه اكتر من يوم اللي قبله. امال مش عارفه تنامي ليه؟ حياتي بتلف قدامي زي الفيلم. بيت شكله وحش قوي، البيت وحش من غير ابويا، لا روح ولا طعم. بكره يا اختي قوم زي العفريت وينور بيته. قومي قومي البسي. ليه؟ هنروح ننام في بيتنا. لا والنبي يا خالتي، انا عارفه ان انا تعبتك انك جيتي معايا النهارده تباتي معايا، بس انا لو لوحدي كنت طول ما شريط الذكريات ده شغال قدامك مش هتعرفي تغفلي. قومي خلينا نعرف ننام لنا ساعتين قبل ما نروح لبوك الصبح. يا خالتي عزه ما بتحبنيش وانا مش عايزه اعمل مشاكل. اخدها عفريت ولا عزرائيل بلا راجعه. قومي انا حره اعزم اللي على كيفي في بيتي. يلا بلا عزه بلا طين. معقول يا شريفه بعد كل السنين دي؟ ايوه حقي. حقي ولا مش حقي؟ ايوه ستي حقي، شكلها بايخ قوي. هتكلمي الراجل تقولي له فين المليون اللي انا سلفتهم لك من 10 سنين؟ صرف النظر بقى اطلبهم ازاي؟ انا عايزاهم ومحتاجاهم ست، انا حر. عايزه تفهميني ان انت بجد كنت ناسيهم؟ طب والله العظيم كنت ناسيهم. طب وهو كان ناسيهم؟ اه كان ناسيهم. طيب على كل حال احنا ممكن نعتبر يعني انه صرف على البيت كتير، جاب لك حاجات كده يعني. نعم يا روح ماما، ما هو لازم يصرف على البيت، مش بيته وانا مراته ولا ايه؟ انت هبله يا بنت، ده ما اسموش كوهين كوهينة، اسمه مصطفى زيدان. ايوه كده بقى باني على حقيقتك. بتتريقوا على اليهود؟ مش اهل كتاب دول زينا؟ زمانكم بتتريقوا على الاقباط. ايه بس من ورايا طبعا. طبعا انتوا اللي بتتريقوا علينا يا حبيبتي، احنا ما بنتريقش على حد. فشل، عمرنا ما نجيب سيرتكم بحاجه وحشه ابدا. عشا الهلال مع ايه؟ مع الصليب. ايوه كده. ويحيى ايه؟ الوحده الوطنيه. يا لهوي على السعاده اللي طالعه من عينيك يا شريفه. كل ده عشان لقيتي حاجه تنغص. عايزه اطلع عينه من غير ما تقولي. انا عايزه اطلع عينه. بس يا حمدي بقى عايزه اكمل الفيلم. يا واد زمي مش هتدوت بره تاني. نبرت على روحك يا اخويا. طب قوم يا اخويا افتح لها. قافلين الباب من جوه ليه؟ يا اما انت مش كنت بتبات عند عبير؟ ازيك يا عبير؟ الحمد لله. اوعى مالك متسمر كده ليه؟ السلام عليكم. عبير بتقول لك السلام عليكم. ايه مش سامعاها؟ انطرشتي؟ تعالى يا حيلة تخش تقول لها تيجي تعتذر وترحب بضيفتي، لان ده بيتي والضيف اللي يجي يتحط على الراس وعلى كفوف الراحة، واللي ما يعرفش يستقبل ضيوفي كويس يتفضل برا. هو واللي يشهدك. ملوش لزوم الكلام ده يا خالتي، انا هروح. يا حبيبتي انتي تأنسي وتشرفي، تستني في اوضتي جوه لغايه ما تيجي لغايه عندك تعتذر لي. يا خالتي والنبي بلاش مشاكل، ما تدخليناش مشاكل احنا اللي فينا مكفينا. ما فيش مشاكل ولا حاجه، المشكله اللي هنا ان ما فيش في البيت ده راجل. يا عزه انت يا بنت يا عزه، يا تيجي تعتذر يا تطلع بره دلوقتي حالا. يا خالتي بس سايبها لك يا اختي مخدره عشان تعرفي تجيبي الليله فيها نسوان براحتك. من فضلك انا ما اسمحلكيش. خلاص يا قليله الادب يا عديمه الربايه.
امك بتشتمني وتقف تتفرج عليا؟ تعالى يا ذكر علمني الربايه. جايبه له يا اختي معاكي لحد هنا ومن شويتين مكلمه تقولي له اصلها غلبانه اتطلقت. ايه عايزه تلطمي راجل جديد في العار؟ ما تستني اختي ما توفي العده الاول. لا بقى انا ما اسمحلكيش لحد هنا وتحترمي نفسك. جرايه بره يا خارجي بنتي متطلبه بقى غيرك الفرصه. قطعي ايدك يا وليه يا خرفانه. امي لا يا عصر. امي لا. الست تيجي مكانها 100 ست، بس مفيش غير أم واحدة بس. مهما حبيتها مستحيل كان ينفع نكمل، مستحيل. كان لازم أطلقها.